اكو فيديو اريد اشوفه. يلا نشوفه. اريد اشوف الفيديو وبعدين نسولف بظهور لك ويا اعلامي ايهاب العطيه، الى كل الحب. صديقنا ايهاب. وين الفيديو يا شباب؟ سولف لي هاي السالفه بس، ايش قد تاريخ ميلادك عفوا بس يردونا يكتبونه من خلال التقرير. اني اي انت 13/10 13/10 1972. هاي النظره اني مو مرتاحه لها. إيه. مو ليش قلت له او وانتظرت ايهاب هو اللي يقرر؟ انت يا مواليد خافي علينا شيء؟ لا شو هي ماذا يعني شنو واحد يخفي مواليد على شنو؟ مو بس هو بوقتها هو قرر انه انت مواليد. هو سحبني لهذا الموضوع. طبعا ايهاب انا احبه كل الصديق، ابو مشاكل يعني كل شيء احبه. اي حباب. اي اتمنى له التوفيق. فقلت له او النظره هاي فقلت له او شلون؟ هو قال لي او 72 يمكن اعتقد هيك. اي 72 قلت له. ايه بس الايه مالتك ايش بيها نصر انه انت مسوي نفسك عود يعني اشطر من عندي جايب معلومه؟ لا بالضبط. لا انا 66. ما شاء الله ما شاء الله. لا عاد ليش جارتها وقلت لها 72؟ وهي صارت هيجي والله والله العظيم. هو سحبني لهالموضوع قلت خله بشيء بعد 1900 او فاني اخذت الاو منها. ليش علنت انه انت 66؟ ما مبين ما شاء الله. لا يا ابي والله ما مبين الحمد لله. لا والله لو قايل 79 تمشي عندنا عادي. صح يا ولد ما شاء الله. بس عود اذا هذا صارت نروح نسوي تجميلات ما محتاج المناسبة. اي بس شو البنات كلهم يشابهن. هي هاي المشكله قصه واحده ستاندر. كلها يعني طرق تجميل صارت. اي مع او ضد انت؟ يعني اكو اشياء ممكن مهمه ان نسويها، اكو اشياء مبالغ بيها جدا. طيب انت مع القليل او التعديلات؟ مو ضد، مو رافض المبدا من الاساس. لا لا مو ضد شكو مو ضد المبدا من الاساس بس ضد المبالغه. اكو اشياء اوفر يعني. على فكره حتى الرجال ممكن دا يتخصصون من التجاعيد من هاي التفاصيل. ممكن بيوم من الايام نشوفك اني؟ لا ازاله التجاعيد مو تجميل يعني هذه احنا شوفي احنا بشغلنا المفروض الممثل يهتم بالوجه. طيب. وهاي التفاصيل اللي تقولي السعودي اذا وصلنا لذيك المرحله الله كريم يجوز طالع شيء جديد. ما تروحين للهاي بالتليفون انت تسوين فلتر اكو هسه فلتر. ايه بس انت يعني ممكن انه تسويها لو تخاف على رياكشناتك لانه هذه انت تعرف انه هي تشل الرياكشنات. والله والله يعني شوف انت هسه من رفعت حواجبك اكو خطوط. إيه؟ فيما اذا حقنتها بعد حواجبك ما تصعد. يسحوا لها بوتكس؟ مو بوتكس لا ولا معلومات. لا عندك اطلاع على الموضوع فهي تشل التعابير. اي بالضبط. اي فما اعتقد انت ممكن بيوم من الايام تسويها. يعني ما احبها انا بصراحه. انت ما تحبها. انت ما تحبها من باب يعني شخصي لو من اجل مجال عملك ورياكشناتك انت تحتاجها؟ لا لا يعني من باب اني اعمل ما يخدم شغلي. يخدم شغلك بالضبط. اكو على احسين نجمتنا اكيد نوجه لها تحيه. تحيه. سمعت لها هيك جزء من حوار كان وياها قالوا لها اسنانك بيها مشكله ليش ما تسوين هذه الهوليوود سمايل؟ تعرف شنو ردت عليهم؟ قالت لهم اذا اجاني عمل تاريخي واني اسناني مسويه هوليوود شو اقول لهم؟ هاي بال 1800 اني مسويه هوليوود فانت من نفس المبدا؟ يعني انا قلت لك اي شيء يصب في خدمه العمل نكون اكيد وياه. نكون اكيد.